سلام الله عليكم مشاهدينا الافاضل، ارحب بكم في الجزء الثاني من تغطيتنا المباشره والمفتوحه والخاصه بالرئاسيات. ما زلنا نتحدث عن الرئاسيات، عن تداعيات الرئاسيات وعن نتائجها التي طبعا شهدت الجزائر هذا الاستحقاق في قبل امس. عهده رابعه مشاهدينا الكرام دخلتها الجزائر، كما انتهى إلى علمكم جميعا 81% كانت نسبة فوز بوتفليقة بالرئاسيات مقابل 12% لمنافسه علي بنفليس. كيف حدث هذا؟ هل كانت العملية الانتخابية حرة، شفافة، نزيهة، ذات مصداقية كما وعدت به السلطة المنظمة لهذه الانتخابات؟ ماذا قال المرشحون الذين خرجوا بخفي حنين بعد تلقيهم النتائج على لسان وزير الداخلية الطيب بلعيز؟ هل فاجأتهم؟ أم أن هذه النتائج كانت محسومة من قبل كما كانت تردد ذلك الأحزاب المقاطعة من أمن، وبالإضافة إلى ذلك الشخصيات الوطنية والتاريخية وما إلى ذلك؟ هل هي بداية النهاية كما تقول تنسيقية المعارضة الفاعلة؟ كيف يمكن المضي نحو مرحلة انتقالية جديدة فيها يغاث الناس وفيها يعصرون؟ هذا ما سنعرفه مشاهدينا الكرام مع ضيوفنا الكرام من محللين ورؤساء أحزاب وسياسيين وإعلاميين، لنقف على هذه الانتخابات أو على هذه الرئاسيات ونقرأ بالضبط نتائجها. نتحدث عن مستقبل الجزائر الذي بدأ في مرحلة جديدة بداية بالضبط من أمس، اليوم 18 أفريل، اليوم نحن في اليوم 19 أفريل. لكن قبل أن نشرع في المناقشة مشاهدينا الكرام، لا بأس بمشاهدة مقتطفات من مظاهر التزوير التي شابت الانتخابات السابقة والانتخابات الحالية. هذه المشاهد مأخوذة من الانتخابات التشريعية الماضية 2012، 10 ماي 2012. طبعا المنطقة بالضبط ولاية تبسة، البلدية بلدية عين الذهب، هي مناطق حدودية جزائرية تونسية، حيث قام هؤلاء الذين يشتغلون في المكتب بالتوقيع محل الغائبين. لسنا ندري مقاطعين أم أنهم كانوا غابوا لأسباب ما. فمباشرة قبل عملية الفرز بدأ هؤلاء بملء الأماكن الشاغرة بالإمضاء، ثم بعد ذلك لجأوا إلى طبع مستخدمين الختم على أساس أن هؤلاء على أنهم ختموا وحضروا التصويت. هذا بالنسبة للفيديو الأول. أما الفيديو الثاني مشاهدينا الكرام، حتى لا يقال أنكم تتحدثون عن أمور الآن صارت في التاريخ 2012، بلى هنالك أيضا فيديو آخر لعملية تصويت أو لعملية فرز شابه تزوير كبير جدا في بلدية سكيكدة. نشاهد معا الفيديو. طبعا هذا محضر الانتخابات، فيه مسجل 377 مسجلا، 377 مثل ما يبين هم عدد المسجلين، لكن الذين صوتوا 335 مصوتا بالضبط. للغرابة أن 335 هؤلاء الذين صوتوا كلهم أعطوا صوتهم لعبد العزيز بوتفليقة. يتساءل المرء، ممكن جدا لكن كيف؟ ما فيش ولا صوت واحد قال لا لعبد العزيز بوتفليقة. 335 صوتا، 335 من المصوتين كلهم قالوا نعم لعبد العزيز بوتفليقة. 335 مصوتا، 335 صوتا لعبد العزيز بوتفليقة. من اين اتت الاصوات الاخرى اللي هي وزعت؟ 29 لعلي بن فليس، 14 لعبد العزيز بلعيد، وثلاث اصوات للويزه حنون. هنا يتساءل المرء كيف حدث هذا وكيف وقع هؤلاء المشرفون على مكتب الانتخاب اللي هو في بلديه سكيكدة. مشاهدينا الكرام، طبعا نحن نتحدث عن بلديه والانتخابات نظمت في 1541 بلديه. ارحب مشاهدينا الكرام بانضمام الشيخ عبد الله جبل الله رئيس جبهه العداله والتنميه. شيخ عبد الله، ما هي اولا ابرز القراءات التي يمكن ان تعطوها لنتائج الانتخابات؟ ولو انني اعرف سلفا بانكم قلتم بان هذه الانتخابات محسومه من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية طيبة لك ولإخوانك. أهلا وسهلا بك. وثانيا لا جديدة بالنسبة لنا. نحن حاولنا في الواقع أن نساهم مساهمة جادة في إصلاح هذا النظام. نعم. لا سيما في إصلاح الجانب الانتخابي منه. ولذلك اقترحنا أول مرة تأجيل تنظيم الانتخابات والدخول في حوار حول الشروط الدستورية والقانونية. نعم. التي تجعل الانتخابات حرة ونزيهة، فرفضوا. فدعونا لسحب ملف تنظيم الانتخابات من وزارتي العدل والداخلية وإسناده إلى هيئة مستقلة دائمة، على اعتبار أن الداخلية والعدل
لم يستمر يعني حائزين على ثقة الشعب، بل هم أداة من في السلطة لتطبيق كل ما يريد وأكثر مما يريد، فلا ثقة فيهم. العرب قديما كانت تقول: من كذب مرة كذب ألف مرة، ومن كذب عليك فيما تعلم لا تصدقه فيما لا تعلم. ونحن نعلم ونشهد في نفس الوقت أن الداخلية زورت الانتخابات أكثر من مرة ورفضت الاعتراف بالتزوير، ثم شاهد بعد ذلك شاهد منها لاحقا، وسيشهد آخرون كذلك لها فيما بعد كما هو متوقع، فرفضوا. فقدمت الكتلة، كتلتنا في البرلمان، مشروع تعديل قانون الانتخابات، تأسس على سحب تنظيم الانتخابات من الداخل أو العدل وإسناده إلى هيئة وطنية مستقلة دائمة، فرفض مكتب المجلس هذا المقترح، مشروع القانون يعني. نعم. عندها أيقنا بأي شك، لا يتطرق لهذا اليقين أدنى شك على الإطلاق، أن الانتخابات مرتبة كالعادة وأنها مجرد مسرحية انتخابية، للاعتبارات التالية. الاعتبار الأول: كون الخلل موجود في الدستور نفسه وفي القانون، وهذه فراغات موجودة متعمد إيجادها من طرف من وضعوا تلك المشاريع حتى يتسنى للسلطة أن تتلاعب بإرادة المواطنين كيفما تشاء. ثانيا: لظهور الإرادة، إرادة السلطة في أنها لا تنوي تنظيم انتخابات قانونية حرة ونزيهة بسبب مواقفها المختلفة والمتكررة من جميع المقترحات التي تتقدم بها المعارضة ومنها نحن. وثالثا: لكون أجهزة الدولة المختلفة وإمكاناتها البشرية والمادية مسخرة لفائدة الرئيس المترشح. رابعا: لكون وسائل الإعلام مجندة أساسا لفائدة أيضا الرئيس المترشح، ومتهجمة على العناصر الأخرى لا سيما الجهة التي كانت يظن أن تشكل لهم منافسة، مثلا كما حصل معنا في التشريعات الماضية. سخروا منذ بداية الحملة حملات تشويهية مركزة من سخرتها نفس الفضائيات، هذه فضائية البهار والشروق وجرائدهم وما إلى ذلك، حولنا مهدوا بها بعد ذلك الجريمة التي ارتكبت والمتمثلة في تزوير الانتخابات. ولذلك النظام الذي القانوني كله والنظام السياسي كله في الجزائر مركب التركيبة التي لا تسمح بإجراء أي إصلاح وتقضي على كل أمل في إمكانية الإصلاح، ولا سبيل أمام المعارضة الراغبة في الإصلاح والتغيير إلا أن تقرر نوعا من القطيعة مع هذا النظام من جهة، حتى وأن تتفق طبعا على أجندة وطنية تتأسس على شروط التحول والانتقال الديمقراطي التعدد السليم والصحيح. فإذا تبنت السلطة الفكرة وقابلة التعاطي معها، عندئذ يصار لحوار يجمع بين المعارضة والسلطة حول هذه الأجندة. طيب شيخ عبد الله، ماذا عن نسب المشاركة؟ شيخ عبد الله، ممثلكم في البرلمان الأخضر بن خلاف قال: ما كان لهذه النسب، نسب المشاركة، أن ترتفع لولا الأسلاك المشتركة، خاصة في ولايات الجنوب، هم فخموها جدا أم ماذا؟ هذا الأمر ليس جديدا، هذا أمر كنا من قبل، وهذا من المسائل اللي كنا نبهنا لها في قبل ونحن نتهيأ للانتخابات التشريعية، لكنهم يومها لم يسمعوا لهذا القول. نعم، فهذه ملاحظة موجودة وليس مجرد يعني انطباع أو توهم أو توقع، بل هي حقيقة قائمة. هناك تضخيم بهذه الأسلاك، ولكن التضخيم غير مقتصر فقط على هذه الأسلاك، على هذه وغيرها. نعم. ثم أيضا بالمناسبة أشير، عملية تزوير الانتخابات ليس المقصود منها هو تزوير الإعلان عن النتائج بعد الفرز ولا أثناء الفرز، تلك طرق يعني تقليدية مفضوحة ومكشوفة، وما بقيت يعني من الطرق التي يصار إليها. وإنما هنا العملية يعني تزوير الانتخابات يبدأ بالعملية كلها. أول خطوة في هذا الشأن وفي هذا الإطار
هي خطوة مراجعة القائمة الانتخابية. نحن لطالما نبهنا وتكلمنا حتى بحت أصواتنا من أن القائمة الانتخابية في الجزائر مضخمة على الأقل ببلك ربما ما لا يقل عن 4 ملايين صوت. هناك أصوات مكررة، هناك أناس غيروا أماكن سكنهم ولهم تسجيلات هنا وهنالك، هناك أسماء توفت متوفات، ناس توفوا منذ زمن ولكنهم لم يشطبوا من القائمة، هناك وهنالك. يعني حاجات أفضت في النهاية إلى أن تجعل هذه القائمة مضخمة جدا. طيب الشيخ عبد الله، ناتي الآن إلى المرشحين. هذه توقف. نعم، ناتي الآن شيخ عبد الله، سامح لي فقط لذلك الوقت. الآن نأتي الآن إلى المرشحين الذين خرجوا بخفي حنين، وأنتم كنتم قد حذرتموهم من المغامرة والدخول في هذه الانتخابات، لكنهم قالوا لا يمكن أن ننسحب من هذه الرئاسيات ونحن أعطينا كلمتنا للشعب. الآن هم يلومونكم، ليس كلهم لكن بعض أطراف منهم يقولون إن الأحزاب المقاطعة وعلى رأسهم هذه الأحزاب والشخصيات الوطنية ساهموا في هزيمتنا وبطريقة غير مباشرة خدموا النظام. كيف ترد عليهم؟ هذا الكلام هو ينطلق من فرضية أن المشكلة التي تعانيها الجزائر في موضوع الانتخابات هي مشكلة أصوات. معنى أصحابها مبدئيا يتوهمون بأن الانتخابات حرة ونزيهة وأن القضية هي قضية أصوات ليس إلا، ولذلك إذا وقع حشد كبير للأصوات عندئذ يكون ثمة نجاح. وهذه سذاجة مع احترام للناس، لكن على العموم تعتبر سذاجة وغفلة سياسية كبيرة جدا، مؤسسة على عدم الإحاطة بطبيعة الأزمة في البلاد وطبيعة الخلل الموجود في النظام القانوني الباني لهذه الدولة وعامة والمتعلق بموضوع الانتخابات والعمل السياسي خاصة. فالمشكلة ليست مشكلة أصوات وإنما هي مشكلة احترام الأصوات. نعم. لما يكونك عندك نظام حكم له نظام قانوني فاسد، وقد أشرت في بداية حديثي حول أوجه الخلل في هذا الجانب، يعني وهو مستمر في ذلك ومحافظ على تلك الجوانب الخلل بل مدعم لها ومكون لها، عندئذ لا قيمة للأصوات ولو اجتمعت عليك أصوات الجن والإنس. طيب خليك معي شيخ عبد الله فقط نستمع لواحد من ممثلي فريق بن فليس، الأستاذ عبد العزيز عيادي مدير الحملة، حملة المترشح عبد العزيز بن فليس، عبد نعم علي بن فليس في مدينة عنابة. بعد الترحيب بك، هل فعلا تنسبون هزيمتكم في الانتخابات للمقاطعين؟ يا عبد العزيز شكرا. تفضل يا أخي تفضل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. على أهل المغاربية. والله أنا مدير الحملة تاع سي علي بن فليس. أيوة. وأقول للشعب يعني الجزائر كانت فيه مهزلة في هذه الانتخابات. المهزلة بدأت من 2008، هم زوروا الدستور، وبعد 2008 زوروا زادوا زوروا لنا العهدة الرابعة والرئيس كان مريض، يعني تزوير طبي، هذا تزوير طبي، ومع هذا من التزوير الطبي كان تزوير دستوري للدستور اللي قبل، يعني قبل الرئيس يكون مترشح. وهذا وزيادة على هذا فيه إرهاب إعلامي، فيه إرهاب إعلامي، تزوير الإعلام للجزائريين ويخوفوا فيهم بأن سي علي بن فليس راهو إرهابي، وهذا يعني ما يشرفش الجزائر، الجزائر اللي عندها 1.5 مليون شهيد. هذا التزوير يعني صار من الحكومة، الحكومة كانت هي مجرد على كوميتي سوتيان للرئيس هذا. يعني انا كنت يعني فرحت اللي شفت الجزائر مهينة، هانوا الجزائريين والجزائريات. يعني سي علي بن فليس كان وحده دار 48 ولاية باش جايب برنامج للشبيبة، جايب برنامج الأمل، جايب برنامج التغيير، جايب برنامج الحريات. طيب خلاص يا سي عبد العزيز، يا سي عبد العزيز عيادي، الآن الحملة الانتخابية انتهت، فقط أنا حبيت نقول لك أنه طالما أنتم على معرفة بهذه المواصفات، مواصفات منظومة الحكم، غش وتزوير وتدليس وتزييف وما إلى ذلك،
السؤال المطروح، لماذا أنتم دخلتم هذه الانتخابات طالما أنتم على علم بكل هذه المواصفات؟ لماذا شاركتم في هذا الاستحقاق؟ يا أخي العزيز، باللغة الفرنسية لا بوليتيك دو لا شيز فيد ن باي با. نحن دخلنا هذه العملية للانتخابات باش نكشفوا، باش نكشفوا الحكومة، باش نكشفوا للجزائريين. يا عجبها يا ربي، هي كانت كم شفتوا الحملة الانتخابية عبر التراب الوطني، وين يروح في علي بن فليس راهو يدخل بالسيف ويخرج بالسيف، يعني والقاعات كل معمرة، وين تروح الحكومة يضربوهم بالحجار ويخرجوهم بالسبان. هل يعني انتم راكم تشوفوا كإعلام، يعني راكم تشوفوا فيه يعني وش رايكم انتم؟ طيب ساعود اليك سي عبد العزيز عيادي، ابقى معنا، ساعود اليك بعد لحظات. شيخ عبد الله، كيف تستشرف الان المستقبل؟ ما تم قد تم، عبد العزيز بوتفليقه بالنسبه لكم وبالنسبه للكثير من الجزائريين فائز، والمساله محسومه منذ مده. الان دخلنا في مرحله لسنا ندري هل يغاث فيها الناس أم ستبقى المشاكل هي نفسها دائما؟ كيف تستشرف انت المستقبل بدايه من اليوم 18 أبريل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو المستقبل نرجو أن يكون أفضل من الحاضر وأفضل من الماضي بإذن الله، لاعتبارات كثيرة. أولها أن هذه الانتخابات بالنتائج التي كانت متوقعة ومرتبة سلفا، من فوائدها أولا أنها ساهمت في تكسير حاجز الخوف لدى فئات واسعة من المواطنين. نعم. ثانيا أنها ساهمت في تعميق القناعة لدى فئات كذلك أخرى من المواطنين ومن الشخصيات السياسية ومن الأحزاب أيضا، في أن ما كانوا يتوهمونه من إمكانية أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة قد زال، والآن صار أضحت لديهم القناعة بأنه لا أمل في الإصلاح أو التغيير عبر هذا الخيار ببقاء هذا النظام في الحكم بمنظومته القانونية المختلفة. ثالثا أنها عمقت القناعة لدى المعارضة، سواء كانت ذات توجه إسلامي أو وطني أو توجه علماني، ليس جميعها طبعا ولكن لدى فصائل منها أساسية، بأنه لا بد عليهم أن يتداعوا للاجتماع واللقاء من أجل الاتفاق حول أرضية سياسية تكون أجندة وطنية تتناول شروط وقواعد الانتقال والتحول الديمقراطي السليم والصحيح، بمعنى تتناول التعديلات الدستورية اللازمة والضرورية التي يجب إدخالها على الدستور الجزائري من أجل أن يتحقق انتقال ديمقراطي تعددي سليم وصحيح، وفي هذا مكسب عظيم الشأن والقيمة. خامسا أو سادسا، لا بد من الإشارة إلى أنه من الضروري أيضا على المنظمات الأخرى ولا سيما المنظمات النقابية أن تقتنع بأن سياسة الاستمرار في تزكية سياسات السلطة وتبييض ممارساتها مقابل بعض ما تقدمه لها السلطة من إمكانات، إنما هي سياسة في المحصلة النهائية ضارة بالوطن، ضارة بالمجتمع، وضارة بهم أيضا. ولا بد من الانتهاء عن تبني مثل هذه السياسة والعودة للتخلق مع المطالبين بالبناء الديمقراطي التعددي السليم والصحيح بعد ربع قرن من التجارب عشنا خلالها 15 استحقاق سياسي، وفي كل مرة يتحقق يعني يتجدد نفس السيناريو. وسابعا، لابد على المؤسسة العسكرية أن تقتنع بأن واجبها هو أن تكون على الحياد وأن تهتم بمسؤولياتها الدستورية في حماية الدولة بشكل عام والدستور وما إلى ذلك، وأن تترك كل القضايا السياسية للسياسيين يعالجونها باحترام الآليات الديمقراطية. أعتقد أن النضال من أجل هذه المسائل وأن حسن الاستفادة والاستغلال النتائج الإيجابية التي ترتبت على هذه المسرحية الانتخابية
سوف يقوي الأمل في أن المستقبل سيكون أفضل من الحاضر. وأنا لما أتحدث عن المستقبل ليس بالضرورة أن يكون هذا المستقبل مستقبل منظورا، بل قد يكون متوسطا، لأن الإصلاح والتغيير في بلد كالجزائر حكم منذ 50 سنة بالقبضة الحديدية، ولم تبنى الدولة بالبناء السليم والصحيح، وكملت برامج في تخفيف غدة أجيال وأجيال بثقافة الاستسلام لمن بيده السلطة والقرار والتبعية له بغير قال السؤال. ليس من الممكن أن تزول بين عشية وضحاها، ولكن إذا جد الجد وتوفرت النخبة التي تعرف ما يجب عليها وتتوحد عليه وتضع خريطة الطريق بشكل واضح وصريح وقوي كما أشرت، سوف عندئذ يتوفر الأمة الطليعة التي تقود نضالاتها بالفعل السلم نحو التغيير بإذن الله وعونه. وهو كذلك الشيخ عبد الله جبل رئيس جبهة العدالة والتنمية، جزيل الشكر لك، كنت معنا من الجزائر العاصمة. أعود الآن إلى ضيفي الكريم من عنابة، وهو رئيس الحملة الانتخابية للمرشح علي بنفليس. أستاذ عيادي، ما هي النظرة المستقبلية لمرشحكم علي بنفليس؟ ما تم قد تم، خرجتم خاوية الوفاض من هذه الانتخابات، كيف هي نظرة مرشحكم للمستقبل؟ هل سيرمي المنشفة أم أنه سيواصل النضال سلميا مثل ما ذكر؟ ما هي خطته؟ ما هي خارطة طريقه؟ شكرا يا أخي. هي خسرنا معركة وليس خسرنا الحرب، يعني لازلنا واقفين ولازلنا مساندين في علي بن فليس، وسنبقى مع علي بن فليس، وراح نديروا حزب، راح نديروا حزب. وطلبنا اليوم برك من أنصارنا وأنصار أخرى جاتنا، بس قالوا راهو فيه تزوير بزاف، رانا جايين كن الحزب لسعلي بن فليس. هذه النظرة اللي جايين بها، ونظرة جايين بها جايين بصفة يعني علمية، وبصفة كما يقول هم لا إرهابية، لا، رانا جايين باسيفيكما جايين نغيروا البلاد بالحزب الجديد علي بن فليس. طيب، ما هي أهم الخروقات اللي سجلتموها؟ ما فهمتش. يعني أبرز الخروقات، يعني أبرز ما وقفتم عليه أنه تزوير مثلا في مدينة عنابة أو قسنطينة أو العاصمة أو مدن أخرى، أعطيني أمثلة. يا أخي مرت خويا راحت تفوتي عندها لاكارد فوت، قال ما كانش اسمك. فهو اللي تغلبوا علينا، يعني هنا هي تغلبت علينا شكارة يا أخي في عنابة، تغلبت علينا شكارة. راهم شراو الكنترولور نتاعنا، شراوهم في مدينة في بلدية الحجار في سيدي سالم، شراوهم رغم كل يعني في 16 أبريل بالليل جاونا الكنترولور 903 كنترولور جاو باش يمشيوا. اليوم غدوة داولنا 50 أو 60، يعني شراوهم بالصوار كل كنترولور، قالوا له الصباح ما تروحش في دارك. صبحنا احنا يوم 17 ابريل بغير كنترولور في بعض بلديات، وهم الانتخاب قاموا عليه في البلديات. كيفاش يعني انت تتصور في بلد في مكتب تلقى 300 صوت الا البطفليقة؟ هذا وعيد، هذا الا البطفليقة، هذا كيف تتصوروا يعني يا اخي؟ طيب، ربما يقولون لك الانتخابات في 1541 بلديه وانت تتحدث عن مكتب صغير. كيفاش مكتب صغير؟ هي هم ربما يقول مش انا، ربما يقولوا لك الجزائر كلها الانتخابات جرت في 1541 بلدية وانت تتحدث عن مكتب صغير معزول في قرية ما او مدينة ما. هذا مكتب صغير فيه 300 صوت يروحوا انسان واحد. حتى المترشحين الاخرين ما عطاوهمش الصوت. هذا يسمى تزوير فاضح، هذا يسمى التزوير، ستادير سي فلاغرون، يعني عيب، هذا عيب اللي قاموا به. شوف، وان كانت لكانت لجنه مستقله لكان شي هذا تشوفوا، هم جابوا لنا الاداره مع الرئيس، الحكومه مع الرئيس، كيف تربح انت الانتخابات؟ ورغم هذا يعني جبنا واش عطاونا هما؟ عطاونا هما 100% يا خويا، والله يا خويا هذوما ايسون شامبيون، يعني نشكرهم على التزوير، راه كرهم يديروا مدرسه للتزوير، نعرفهم، وهم يقولوا لي كيفاش نزوروا.
طيب الآن ما هي الخطة؟ أريد أن أعرف ما هي أبرز معالم هذه الخطة لعلي بن فليس في المرحلة المقبلة؟ المرحلة المقبلة إن شاء الله سيكون لعلي بن فليس حزب. طيب. حزب معارض، معارض حقيقي على برنامج حقيقي، يعني مع الشبيبة، مع المرأة، مع الجزائريات والجزائريين الحق اللي ما يستحقوش بالصوارد، يعني باش ننظموا البلاد هذه. يا اخي رانا في ازمه كبيره، كيفاش بلاد الجزائر اليوم راهي تستورد كلش من الخارج حتى الحليب؟ انا بكري يما كان تحلب بالبقره وتعطيني الحليب، اليوم نستوردوا كلش من الخارج. يا عجبة يا ربي، وين رايحين بالسياده؟ واليوم راكم تشوفوا يعني الشبيبه تاعنا راهي مهينه، الشوماج هم يقولوا 12% هو معدي 25%. هم يقولوا الشبيبه، رانا مع الشبيبه، يعطوهم في الصوارد، يعطوا في الصوارد لانساج ويمشوا في في في, في, في الشبيبه. كل يوم عنابه ولا 14 باش يحرقوا البحر، يحرقوا سواء يحرقوا البحر يحكموه في سيسيليا او اشخاص عليه. ايوا عبد العزيز. الو. تفضل عبد العزيز، اكمل الاجابه انا نسمع. عبد العزيز، عبد العزيز عيادي، يظهر انه فقدنا عبد العزيز عيادي وهو مدير الحمله الانتخابيه لعلي بن فليس المرشح للرئاسيات، وهو كان منافسا رئيسيا صحبه باقي المرشحين في هذه الرئاسيات التي عرفتها الجزائر يوم الخميس، وكان الثاني في الترتيب طبعا بعد حيازه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأغلب الأصوات، حوالي 8 ملايين، بل 8 ملايين فما فوق للأصوات للذين قيل بأنهم شاركوا وصوتوا بنعم لعبد العزيز بوتفليقة، وأتى في الرتبة الثانية علي بن فليس ب 12%، ثم بالعيد الذي قيل لنا بأنه أحدث المفاجأة بدلا من موسى تواتي وبدلا من الويزة حنون رئيس حزب العمال. مشاهدينا الكرام، الآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا في الجزء الثاني من تغطيتنا المباشرة والمفتوحة والخاصة بالرئاسيات، وحول هذه الرئاسيات، كيف نظمت هذه الرئاسيات، ما هو التقييم الذي يمكن إعطاؤه لهذه الرئاسيات. نستمع الآن للأستاذ موسى تواتي أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية. أهلا وسهلا بك أستاذ موسى تواتي، تفضل. أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم والسلام على كل مستمعي قناة المغاربية. أهلا وسهلا بك أستاذ. ألو. نعم تفضل أستاذ، ما هو تقييمك الأولي لهذه الانتخابات؟ أظن ما يمكن أن نقيمه في هذه الانتخابات لم تخرج عن المهازل التي تعودنا عليها طيلة 52 سنة من الانتخابات. نعم. أن هناك مصالح وأن هناك سلطة هي التي توجه وهي التي تأمر وهي التي تعين، لم نخرج إلى حقيقة الانتخابات الفعلية. فنحن اليوم ما نشاهده هو أن التعيينات وأن هذه الانتخابات لم ترتقي إلى سلطة الشعب، وبالتالي فنحن نتأسف لمثل هذا، وسوف نواجه بطبيعة الحال هذه الانتخابات، لأن هذه الانتخابات هي علينا أن تكون سلطة شعب، ولا يمكن أن تكون سلطة جهة أجهزة في الدولة الجزائرية. أستاذ موسى تواتي، كنت قد أشرت في حديثك مع إحدى القنوات مع الصحفيين حول، أشرت إلى مسألة المال الوسخ وانحياز الإدارة، هل من توضيح؟ أظن اليوم إحنا هذا الموضوع شاهدناه منذ الشروع في جمع التوقيعات بالدرجة الأولى، ثم انتقل من جمع التوقيعات إلى حشد أرباب المال وأرباب الأعمال، حد ما يقارب الألف مليار إلى مرشح وحوالي 300 مليار لمرشح آخر، وهناك شراء وبيع في الذمم. إذن وعندما وقعت هذه الواقعة بطبيعة الحال نحن ننتظر، لا يمكن أن ننتظر شيء جديد في هذه المرحلة. فاليوم
حكم الإدارة وحكم المال في آن واحد. فهذين الجماعتين هما التي سوف تقود الجزائر، ولكن هل سنرضى بهذا وسنبقى تحت هذه الوصاية المالية والإدارية، أم يكون هناك انتفاضة شعب لاسترجاع سيادته؟ وهذا ما كانت ربما الجبهة الوطنية الجزائرية في منذ تأسيسها أنها نادت إلى ضرورة المساهمة والمشاركة في هذه الانتخابات، وإذ امتنعنا فعلينا أن نعتصم أو نضرب على هذه الانتخابات بالبقاء في بيوتنا لمدة 8 ساعات، الفترة التي هي مخصصة للانتخابات، أو نذهب لوضع ورقة بيضاء في الصناديق. وهنا حتى وإن كان التزوير سوف يكون التزوير لا كما وقع هذه المرة. فنحن ما شاهدناه أن غياب الحبر الفسفوري الذي كان مؤسس، وأنت ترى في صورة هنا وأنا أرى شاشاتكم أنه واحد راوي بصم كل البصمات، وهذا ما وقع بالفعل هذه المرة. طيب أستاذ موسى الوادي، بعض المراقبين السياسيين، نعم أستاذ موسى، هذا قدمنا طعننا للمجلس الدستوري لإعادة الفحص والتدقيق وفي البصمات، في البصمات التي وقعها وفود أو شباب لا صلة لهم بالانتخابات، وكذلك استعانة بالإدارة لتزوير هذه الانتخابات لمطابقة البصمات، هل هي لمجموعة أو هي لكل من انتخب. طيب أستاذ موسى، كثير من المراقبين السياسيين الذين يرقبون المسائل السياسية في الجزائر يقولون يا ترى موسى تواتي الآن هل اتعظ من العملية السياسية برمتها من منظومة الحكم؟ هل أنه ما زال يعطي بصيصا من الأمل لهذا النظام في تنظيمه لمختلف الاستحقاقات الوطنية، أم أنه خلاص انتهى الآن واعترف بأنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة مع هذا مع نظام الحكم هذا؟ أظن كل مناضل وكل مناضل طائر هو لا يمكن أن يستسلم، فهو لا بد أن يقاوم ولا بد أن يصادر من أجل إيصال كلمته. ونحن لنا إلا 15 سنة ممارسة سياسية أو 14 سنة ممارسة سياسية، وهذا لا يعني أننا وصلنا إلى للمبتغى. فعلينا أن نناضل وعلينا أن نوعي. إذا قلت لك بأن مليون جزائري، أكثر من مليون جزائري صوتوا بورقة بيضاء، إذا قلت لك بأن الشعب الجزائري لحد الساعة الرابعة باش بدأ ظهور بعض الناس في الشوارع، كلهم عزفوا وبقوا في بيوتهم، فهذا يعني أن هناك لا يمكن أن تقنع الشعب في يوم أو في، لا بد أن تناضل ولا بد أن تقاوم، وبالتالي فأنت سوف تكون قدوة للآخرين عندما يرون أنك صادق في معارضتك وصادق في مواقفك وتدافع بشراسة على هذه المبادئ. إذا نحن لا يمكن أن نستقيل ما دام أن الفكرة والطموح والبعد الذي ننظر إليه هو نظرة وطنية من أجل إعادة السلطة إلى الشعب، فهذا نضال. والنضال لو ترك النضال أجدادنا وآبائنا لما استقلينا ولا بقينا اليوم لحد اليوم مستعمرين. وهذا الشيء أنا لا أعتقد بأن أي مناضل عندما يخفق يسلم أمره وينسحب. إذا هذا الشيء الذي أؤمن به بأنني مناضل وسأموت مناضلا إن شاء الله. وهو كذلك أستاذ موسى تواتي أحد المرشحين للرئاسيات التي عرفتها الجزائر في اليوم 17 من الشهر الحالي. جزيل الشكر لك أستاذ موسى تواتي، كان معنا من الجزائر. الآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى العاصمة الفرنسية باريس لنتحدث مع هشام عبود المحلل السياسي عضو المؤسسة العسكرية السابق، أحد الضباط السابقين في المؤسسة العسكرية. كيف نستقرق الأرقام هشام عبود، أرقام التي أعلن عنها الطيب العيد وزير الداخلية؟ 81% هي نتيجة فوز عبد العزيز بوتفليقة، 51.53 هي نسبة المشاركة، أما المقاطعون فحدث ولا حرج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام لك أخي عثمان والمشاهدين الكرام. حتى وإن سلمنا بأن الأرقام التي أعطاها وزير الداخلية
أنها أرقام حقيقية وغير مزورة، فلا يسعنا إلا وأن نسجل أن هناك تراجع في شعبية عبد العزيز بوتفليقة. أولا بالنسبة لنسبة المشاركة، نسبة المشاركة حسب وزارة الداخلية هي 51%، يعني نصف الشعب الجزائري قاطع الانتخابات، وهذا في رأيي لا يخدم لا النظام ولا عبد العزيز بوتفليقة، لأنه عبد العزيز بوتفليقة في 2009 سجل نسبة مشاركة تفوق 74%، وبالتالي ها هو يتراجع. بالنسبة للنسبة المئوية التي حصل عليها من الأصوات 81%، في 2009 كان عنده تقريب 90%، 91 أو 90%، يعني هناك تراجع. وأكثر من ذلك، عدد المصوتين لعبد العزيز بوتفليقة 9 ملايين هذه المرة، في 2009 كانت عنده 12,700,000 ناخب، ولا ننسى أن عدد الناخبين ارتفع بين 2009 و 2014. هذا يدل على أن شعبية عبد العزيز بوتفليقة تراجعت كثيرا، هذا إذا سلمنا بأحقية الأرقام التي أعطاها وزير الداخلية، أننا لا نشك فيها ولا نتكلم عن تزوير، فحتى وإن أعطيت بهذه الدرجة فهي لا تخدم عبد العزيز بوتفليقة، وبالتالي أعتبر أن هذه إساءة لعبد العزيز بوتفليقة من طرف الحاشية التي رشحته وجعلت الجزائر أضحوكة، حيث سجل لأول مرة في تاريخ البشرية رئيس دولة يدخل غمار منافسات انتخابية بدون أن يتلفظ ولو بكلمة، وهذا الشعب الذي صوت له، هذا 9 ملايين الذين صوتوا لبوتفليقة لم يتلقوا من بوتفليقة ولو كلمة واحدة يطلب منهم أن يصوتوا له، فلماذا صوتوا له؟ الآن نتكلم عن هذه الأرقام، هل هي صحيحة أم لا؟ أي ملاحظ موضوعي يسجل أن علي بن فليس خاض حملة انتخابية شهد له حتى خصومه ارتبكوا أن علي بن فليس سجل توافد جماهيري لم ينتظره هو بعد، هو شخصيا لم ينتظر هذا التوافد الجماهيري، حيث في كل مرة يدخل في وسط شعب، يعني في وسط الجماهير، ونسجل آلاف الجماهير مثلا في خشرة، القاعة التي كان من المفروض أن يسجل فيها يعقد فيها تجمع ندوته لم تكفي، وبالتالي تم التجمع في الشارع وتكلم من شرفة في مدينة أم البواقي، نفس الشيء القاعة لم تسع للجمهور الذي توافد للاستماع إلى كلمة علي بن فليس، وحتى في تلمسان، يعني في كل مناطق في تيزي وزو. ولكن العبرة بالصندوق يا أستاذ هشام، العبرة بالصندوق وليس بالحملة الانتخابية. لا لا لا، على كل حال يعطيك صورة ما يحدث بالحملة الانتخابية. هو الشيء اللي يحصل هو أنه ممثل أولا بوتفليقة لم يخرج، لم يشارك بالحملة الانتخابية، وممثلي كل تجمعاتهم تمت تحت حراسة شعبية أمنية مشددة، فكيف لمترشح تتم كل تظاهرات ممثليه تحت حراسة أمنية مشددة، وفي الكثير من الأحيان تم ضرب الممثلين وطردهم، وحصل حتى وإن في بجاية لم يتمكن ممثله عبد المالك سلال من دخول المدينة، فكيف له أن يحصل 81%؟ كيف له أن يحصل بذلك؟ طيب أستاذ هشام، يدل على أنه كانت هناك عملية تصوير. طيب أستاذ هشام، يعني أنت كنت تتحدث عن علي بن فليس، هناك من يسأل بن فليس ويقول أنت أيضا أعطيت وعودا، تركت الشعب يؤمن في أغلبيته بأنك ستفوز في هذه الرئاسيات، حدثته عن المراقبين، قلت لدي 60,000 مراقب
سيحرسون هذه الصناديق بل سيأكلونها إن اقترب منها شخص ما وأراد التزوير. حدثهم عن ضمانات، هنالك علاقات وهنالك كلمات موجهة إليه، رموز كذا بأنه سيفوز بهذه الانتخابات وأنه خدع المرة الماضية وهذه المرة سيكون من الفائزين. ولكن في المساء انتهى إليه خبر انهزامه. أولا أنا لست لا ناطق رسمي باسم علي بن فليس ولا عضو في مداومته أو في حملته الانتخابية، أنا أتكلم كإعلامي. نعم. وحسب المعلومات التي وصلتني، الشيء المعروف أنه وكنت شاهدا على ما حصل لعلي بن فليس لمداومته في شمال فرنسا، حيث تم كان هناك تلاعب بالرجال الذين خدموا الحملة طيلة شهر بأكمله، وإذا بهم في اللحظة الأخيرة كانت هناك عملية اختراق جعلت أنه كل هذه المجموعة اللي كانت باش تحرس الصناديق انسحبت أو انضموا للطرف الآخر. اسمح لي، نفس الشيء سجل في الكثير من المكاتب حيث تم إغراء العناصر التي كان يعول عليها بالملايين، وهناك فيديو على اليوتيوب يشهد فيه أحد العناصر كيف تم الاتصال به وكيف حاول خصوم بن فليس تجنيده ضد بن فليس. فهذا الحصن اللي وضعه هذا الجيش الذي وضعه من 60,000 مراقب انهار في 48 ساعة بالموازاة مع عملية إعلامية قامت بها بعض القنوات الموالية للمترشح بوتفليقة والمعروف عليها أنها ممولة بالمال الفاسد، هذا شيء معروف ويعلم كل الناس أنه تم تحويل الحملة الانتخابية في 48 ساعة الأخيرة، حيث أصبح المواطن الجزائري مخير بين الإرهاب أو الفساد، يعني الفساد اللي هو الاستقرار يعني تاع بوتفليقة، أو الإرهاب لأنه قدم علي بن فليس كإرهابي. وهذه العملية، هذا الترويج للإرهاب الذي قامت به هذه القنوات التي هي ممولة بمال فساد، كانت تمهد الطريق لإلقاء القبض على علي بن فليس. وأنا وصلتني معلومات هذه الصبيحة بأن كان مخطط أن يلقى القبض على علي بن فليس بتهمة الإرهاب، وسعيد بوتفليقة الذي أعطى تعليمات للجنرال الهامل مدير الأمن الوطني للقيام بهذه العملية، مدللا ذلك بأنه في سنة 91 تم إلقاء القبض على عباسي مداني وعلى الشيخ علي بالحاج ولم يتحرك الشارع، وبالتالي من الممكن جدا أن نلقي القبض على علي بن فليس بتهمة الإرهاب، خاصة وأنه رئيس الجمهورية شخصيا اتهمه بممارسة الإرهاب أمام ممثل دولي. شوف يعني، وهذا ما جعل علي بن فليس يتراجع، وأنا أقول هذا كاستنتاج، أنا لا أتكلم على لسان علي بن فليس. نعم. ولكن كاستنتاج، ما دام هذا الإنسان نعت بالإرهابي وصار هناك تهويل، وأنتم شاهدون على ذلك، الناس الجزائريين شاهدون على ذلك، تم تهويل، فلو خرج الجزائريون إلى الشارع مثل ما حصل في 92 لا أطلقت الشرطة الرصاص ولا تم إلقاء القبض على علي بن فليس، لأنه سيتهم بتحريض الشعب الجزائري على الفتنة، في حين أنه معروف أن علي بن فليس ليس رجل فتنة. طيب أستاذ هشام، ماذا عن المقاطعين؟ سئل طيب بالعيد وزير الداخلية، ما تفسيرك للعزوف، عزوف الشعب الجزائري للمشاركة في الانتخابات؟ عزف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية وها هو يعيد الكرة مرة أخرى في هذه الانتخابات، والكلام نفسه الذي طرح على دحول قبلية اللي هو كان وزير الداخلية من قبله، وقال صحيح هذه النسبة لابد أن تدرس اجتماعيا وكذلك نفسيا، لماذا الشعب الجزائري لا يشارك في الانتخابات؟
الطيب بن عيسى هو بنفسه قال نفس الكلام، هناك نسبة عزوف في الانتخابات ليس في الجزائر فقط بل حتى في دول العالم، الناس ما تروحش تنتخب. ما رأيك أنت في هذه النسبة التي ازدادت، نسبة العزوف في هذه الانتخابات؟ هل أن كرها في الانتخابات يأسا قنوطا كرها لهذا النظام، أم أنه استجابة للأحزاب المقاطعة؟ لا أعتقد أنه استجابة للأحزاب المقاطعة إلى هذا الحد، إلى هذا الشيء اللي معروف أن الشعب الجزائري مع بداية المسار الديمقراطي آمن بأن هناك ديمقراطية، وكان توافد على صناديق الاقتراع يعني بصفة يعني بكثرة. ولكن اللي حصل سنة 1992 أنه ضربت مصداقية الشعب في صميمها، وتدخل المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت بإعاز من العلبة السوداء التي كانت تحكم البلاد، وحصل ما حصل، جعل الشعب الجزائري لا يثق منذ ذلك التاريخ في الانتخابات، وكانت دائما نسبة المقاطعة كبيرة. هذا بالإضافة إلى أن هناك أناس لا ينتخبون لأنهم بالفطرة لا يؤمنون بالعمليات الانتخابية، لأنه صار يعني معروف أن الانتخابات في الجزائر دائما فيها التزوير. ولكن هذه المرة دعني أقول لك بأنه العزوف على الانتخابات لم يتم فقط في التشريعيات الأخيرة، ولكن حتى في التشريعيات ما قبل الأخيرة وما قبل، يعني منذ 92 والمقاطعة في ارتفاع. هذه المرة المقاطعة كانت 49%، يعني نصف الشعب الجزائري قاطع. هذا ولكن هذا لا يحرج النظام، لأن هذا النظام لا يبالي برأي الشعب، لا يعطي أهمية لرأي الشعب. طيب سأعود إليك أستاذ هشام، سأعود إليك معنا، سأعود إليك بعد لحظات رجاء. الآن مشاهدينا الكرام يسعدني أن أرحب بانضمام الأستاذ أو الدكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمص. يا دكتور، المحسوبون على علي بن فليس يلومونكم، يقولون حتى المقاطعون كان لهم دور في تزكية هذا النظام والسير في برنامجه في طروحاته في مشاريعه، ولو شاركوا معنا لما انهزمنا وخرجنا بخفي حنين. كيف تعلق على ما قاله هؤلاء المحسوبون على بن فليس بأنكم كنتم بطريقة أو بأخرى ساهمتم في انهزامنا، فلو شاركتم وأعطيتم أصواتكم لنا ربما قد حققنا نتائج أحسن مما أعلنه طيب بن عيسى؟ ما رأيه؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. الحق لو دعمنا نحن بن فليس وعشرة أمثالنا دعموا علي بن فليس، لو أن كل الشعب الجزائري صوت لعلي بن فليس فإن الانتخابات ستكون مزورة، سواء صوت لعلي بن فليس أو لغيره، الانتخابات ستكون مزورة وستعلن السلطات رقما تعطيه للشعب الجزائري كيفما شاءت كما فعلت في كل الانتخابات السابقة، وعلى الناس أن يتقبلوا هذا، لأن نظام الحكم يعلم بأن الأحزاب لها نزعة وطنية وأن الشعب الجزائري لا يحب الفوضى، فهو يعطيك رقم ويقول لك بعد ذلك يعني مثل ما نقول الجزائر يعني دز معهم، يعني لأن ميزان القوى الآن مختلف. نحن نعيش آثار أزمة كبيرة، يعني قتل فيها 200 ألف جزائري والجميع كل الجزائريين لا يريدون الرجوع لهذه الأزمة. نظام الحكم الجزائري استثمر هذه الأمر منذ عقود وهو يستثمرها الآن يعني، ولا يزال يستثمر هذه الأزمة لأنه يعلم بأن الجزائريين وكذلك الأحزاب لا يريدون، لن يستطيعوا أن يعبروا عن آرائهم، لأن في الدول التي تعيش حالات عادية كما كان مثلا أثناء الانتخاب الديمقراطي في أوروبا الشرقية، لما الحاكم يزور الانتخابات الشعب يخرج للشارع في مسيرة سلمية عادي. يعني نظام الحكم يعلم بأن هذه في هذه المرحلة الشعب الجزائري يخاف، وهم في أثناء الحملة الانتخابية يعني كان كل جهدهم الإعلامي على التخويف، على الترهيب، على الترعيب. في المراحل الماضية كان كبش الفداء والتيار الإسلامي، كانوا دائما حينما يكون الإسلاميون في المنافسة وهم الأقدر على المنافسة، وإنهم يعلمون بأنهم يستطيعون المنافسة حقيقة يخيطنونهم،
ويتهمونهم بانهم هؤلاء يعرضون البلد للخطر وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، يعني باشكال يعني كبيره جدا. اليوم لما خرج الاسلاميين من المنافسه لانهم صارت عندهم تجربه كبيره جدا، صار عندهم يعني قدره كبيره على فهم التحولات، ووقع بينهم توافق موضوعي على كل حال بان لا يترشحوا، اصبح كبش الفداء وعلي بن فليس. علي بن فليس جعلوه عاملا لاسرائيل وعاملا لفرنسا وعاملا للمغرب، وجعلوه مجرما وجعلوه ارهابي وجعلوه فاسد وطعنوا في اسرته. يعني هذا الدليل بان نظام الحكم كغيره من الانظمه العربيه خصمه وعدوه لا لولا له. الخصم والعدو هو الذي ينافس ديمقراطيا على في العمل السياسي من اجل تطبيق برنامجه ومن اجل الوصول الى السلطه كما هو شان كل حزب سياسي. نظام الحكم كذلك غيره من الانظمه العربيه لا يحب احدا ان ينافسه ديمقراطيا، فاذا ما وجد منافسا حقيقيا فانه يشيطنه. فلذلك ما كان يمكن على الاطلاق ان هذه الانتخابات لا تكون مزوره. نحن نحتاج كمعارضه نحتاج الى وقت لن يكون ان شاء الله طويلا، يعني حتى لا ييأس الناس. نحتاج الى وقت الى اعاده الانتشار بالنسبه للمعارضه، نحتاج الى وقت الى اعاده تنظيم المعارضه، نحتاج الى وقت الى توحد المعارضه، الى توسيع جبهه المعارضه، الى اعاده تنظيم العمل السياسي حتى نغير ميزان القوه مع نظام الحكم بالطرق السلميه وبالطرق الديمقراطيه. عندئذ يمكن ان نتحدث على يترشح هذا او يترشح هذا. ولذلك نحن في تنسيقيه الاحزاب والشخصيات المقاطعه نشتغل الان على ندوه الانتقال الديمقراطي، وسنعمل على توسيع هذه الجبهه في ذلك الوقت. ولذلك نقول بان من ترشحوا في هذه الانتخابات هم من خدموا نظام الحكم، خاصه وان التنافس هو على مقعد واحد على مقعد الرئاسه. يعني لم يكن لهم حظ بان ياخذوا شيئا. لو كان التنافس في انتخابات في عقل ممكن قال رغم التزوير يمكن تكون هناك مساحه للوجود او غير ذلك. اما لما حزب سياسي او شخصيه معينه تدخل في التنافس مع مرشح لمجموعة مسيطرة ومتغلبة بالمال وبالقهر وبالإعلام، فأنت تزكي هذا المسار، أنت تزكيه وأنت تعطيه المصداقية. وبعد ذلك حينما تقول الانتخابات مزورة، الانتخابات كان معلوم بأنها مزورة. طيب يا دكتور، لكن هذا عن بلفليس. بالنسبة لأحزاب الموالاة، تيار الموالاة، فالغاية تبرر الوسيلة عندهم. يقولون لكم ها نحن مررنا إلى عهدة رابعة ولو عبر كرسي متحرك. ماذا فعلتم أنتم بمقاطعتكم؟ قاطعوا مثل ما شئتم الانتخابات الحالية أو القادمة أو الماضية، لكنكم لم تفعلوا شيئا. ها نحن ما زلنا نطبق طروحاتنا، برامجنا، مخططاتنا، وإن الشعب زكى عبد العزيز بوتفليقة بهذه النسبة، هي نسبة 81% مثل ما أعلننا، هكذا يقولون، مثل ما أعلننا في حملاتنا الانتخابية، في توعيتنا للجماهير بأن بوتفليقة سيكون القائد للجزائر في المرحلة المقبلة، وها قد حصل. الجهة التي هي الآن أكثر حرجا وأكثر خوفا وأكثر اضطرابا هي هذه الجهة التي زورت الانتخابات كعادتها. الآن بعدما انتهى الزهو وبعدما حققوا ما يريدون، هم يعلمون تمام العلم بأنهم سيواجهون جزائر غير الجزائر التي كانت من قبل، سيواجهون أوضاع اقتصادية واجتماعية خطيرة. هم أعلم الناس بخطورة المؤشرات الاقتصادية. أنا اليوم كنت في بلاطو في أحد الفضائيات، وكان قبلي وزير من هؤلاء كي يسير قطاع اقتصادي إلى اليوم، وواجهته بالأرقام الاقتصادية الخطيرة ولم يستطع أن ينكرها ولم يستطع أن يردها. هم يعلمون بأن المؤشرات الاقتصادية كلها تدل بأن نسير إلى أوضاع خطيرة. هم لم يستطيعوا أن يسكنوا الجبهات الاجتماعية في زمن الدحبوحة المالية. كيف سيفعلون والدحبوحة المالية قد انتهت؟ هم يعلمون بأنهم يواجهون نسيجا اجتماعيا مهزوزا بفعل سوء تسييرهم للدولة وسوء تسييرهم للمؤسسات وسوء تسييرهم للتنوع المجتمع الجزائري. هم يعلمون بأنهم يواجهون معارضة ليست كالمعارضة التي كانت، معارضة أكثر تجربة، أكثر ذكاء، أكثر خبرة، أكثر قدرة على التنسيق فيما بينها. طيب هم يعلمون بأنهم يواجهون أوضاع ليست كالتي من قبل، فلذلك هم الآن الأكثر حرجا. أما نحن في المعارضة خاصة الذين قاطعوا، نحن في الحقيقة يعني الآن في وضع مريح جدا. ما الذي ينقصنا نحن؟ احنا قلنا بالانتخابات مزورة، ولما جاءت النتيجة قلنا بأن هذه الانتخابات لم تفاجئنا والنتيجة لم تفاجئنا. نحن الآن نمارس دورنا في المعارضة، لا نتحمل بهذه الأعباء. بكل تأكيد منظومة الحكم ستحاول
طيب. هذه المعارضه وان تسير الامور على هواها، ولكن اعتقد بان الاحزاب هي اكثر نضجا في هذه المرحله. طيب يا دكتور، سؤال اخير الان. علي بن فليس كانه اعترف ضمنيا بان الانتخابات هذه خرج بها منها بخفي حنين وانهزم، لكنه قال للشعب الجزائري بانه سيواصل نضاله السلمي، وكانه يغازلكم في الوقت نفسه، يريد ان يمد يده لكم من اجل الاحتضان، من اجل المشاركه الفاعله في المعارضه الفاعله، من اجل تغيير سلمي للاطاحه بهذا النظام، كيف ترد؟ شوف، نحن اثناء الحمله الانتخابيه، لان كنا متيقنين بهذه النتيجه، قلنا بان بعد الانتخابات كثير من المرشحين وكثير ممن راهن على التغيير في هذه الانتخابات بعد ان يقع ما يقع وتخيب الامل، اكيد ان جبهه المعارضه ستتقوى، واعلنا بان بدانا الاتصالات مع الشخصيات غير المرشحه قبل الانتخابات ومع الاحزاب، واننا سنواصل الاتصالات مع الشخصيات التي تخرج من السباق بعد هذا الوضع، وسنوسع جبهه المعارضه، ولذلك سنتصل مع الجميع، يعني مع بن فليس وغير بن فليس، نتصل بالجميع. المهم ان كل من يقول انا اعارض هذا الوضع واريد التغيير السلمي واريد التغيير السياسي واريد الانتقال الديمقراطي، نحن سنشتغل معه كائن من كان. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرزاق مقري، رئيس حركه حمص، كنت معنا من الجزائر. أعود إليك الآن أستاذ هشام. الآن نتحدث عن المستقبل، عن المرحلة هذه التي دخلتها الجزائر بداية من اليوم 18 أفريل، كيف تراها أنت؟ خاصة وأن الكثير من أبناء الشعب الجزائري، هذا حسب ما نقرأه في وسائل التواصل الاجتماعي، كأن الشعب محبط، الكثير منهم يعني يائس، أصيبوا بدرجة من الكسور، هناك من قالوا إن قلوبنا منكسرة، لم نكن نتوقع هذه النتيجة. كيف يمكن زرع الأمل لدى الجزائريين بأنه بإمكانهم أن يصلوا إلى التغيير وتغيير سلمي فقط؟ طبعا هناك إحباط وهناك ألم. قبل كل شيء نتألم لرجل مريض صار رهينا بين أيادي شقيقه وعصابة لها مصالح ضيقة، وجعل وهذه العصابة جعلت من الجزائر وشعبها ورئيسها مضحكة أمام الشعوب. وهنا ما يمكن الشعب الجزائري فعله هو التجنيد قبل كل شيء في وجه هذه العصابة بطريقة سلمية. كيف يتم التجنيد بطريقة سلمية؟ الخروج للتظاهر في الشارع هذا يعتبر سلمي، ولكن يقمع من طرف نظام بوليسي فيه ما لا يقل عن 200 ألف شرطي وشرطية، يعني حتى للنساء هناك عصابات من الشرطة لقمعهن. ما على هذا الشعب أن يفعل؟ يترك هذه العصابة تعبث بالجزائر، تعبث برئيسها، كما أسلفت من قبل أن بوتفليقة عوض أن يخرج من الباب الواسع وبشرف، ها هو اليوم تمزق صوره وهو رمز من رموز البلاد، ها هو اليوم أضحوك للأجانب، انظروا ماذا كيف يتحدث علينا لو بوتي جورنال في كانال بلوس، اقرأوا ما يكتب في الصحف الأجنبية وفي الصحف الجزائرية، يعني القدر كما نقولوا بالعربية تاعنا، القدر نتاع الرايس طاح، عاد اللي يجي يطيح فيه، اللي يجي يعمل له صورة، شوف غير الكاريكاتيرات اللي عملوهم له، الصور التركيب اللي عملوهم، شوفوهم برك نسيت نشوف فيهم على الفيسبوك، سمعتوا؟ أول مرة يحصل، وعلاش يطيح له القدر الراجل هذا؟ هذا الناس اللي جابوا بوتفليقة ورشحوه، هذو لابد من متابعتهم قضائيا بتهمة الإخلال بالأخلاق من جهة، واستغلال ضعف رجل مريض. يا لا بو دو كونفيونس، يا لا بو دو لا فيبلاس دان اوم مالاد. ها قانوني، القانون يعاقب على انه واحد يستغل واحد مريض، ضعف واحد مريض، هذا من جهه. يبقى الان واش يعمل الشعب هذا؟ شفنا أن المقاطعه، وانا شخصيا لا اعتبر هذا مقاطعه، اعتبر هذا غياب، ومن غاب غاب سهمه، اللي غاب غاب سهمه. انت لما تغيب تقولين قاطع، اللي قاطع يا اخي راهو يجي يوقف
نهار يخرج للشارع نهار الانتخاب ويشل سلميا حركة الانتخاب، ما تقعد في دارك والناس راح تصوت، وهذا لأنه مبعث في عملية انتخابية. ما يحسبوش حال من واحد ما صوتش، يحسبوا كل مترشح شحال خذا من صوت. هذا ما كان يبقى اليوم أنه علي بن فليس رفع حجة التزوير بمشاركته، والمقاطعين رفعوا حجة المقاطعة أن الشعب الجزائري عزف علينا. عليهم قبل كل شيء أن يتم تلاحم بين القطبين، بين المقاطعين والمشاركين الذين ذهبوا ضحية التزوير. ما يبقاش يا علي بن فليس علاش انت شاركت وهو يا المقاطعين وعلاش انتم ما شاركتوش ما عاونتونيش، لانه الشيء اللي كان معروف تقاطع او ما تقاطعش بوتفليقه جايز، تشارك ولا ما تشاركش بوتفليقه جايز، لانه بوتفليقه هذا اللي ترشح مش بوتفليقه اللي عرفناه في 99 وفي 2004 وفي 2009، بوتفليقه اللي رشحوه في 2014 هو عبارة عن مومية، ما هوش معوق حركيين فقط، اللي شافوا مليح الصور يشوفوا الراجل ما كان غايب مسكين، راجل تقول هذا كان بيبي يلعبوا به، سمعت شوفوا النظرة تاع بوتفليقة، عاودوا شوفوا صورة النظرة تاعو كيفاش، سمعت الراجل هذايا جاوا لعبوا به، إذا الناس يرشحوه ما رشحوش باش يخسر، رشحوه باش يبقى، لأنه عندهم خيارين لا ثالث لهما، إما يبقى في الحكم ويواصلوا العمل نتاعهم والنهب والسرقه، واما يروحوا للحبس، لانهم يعرفوا لما يغادروا الحكم راح يروحوا للحبس، لانه رايحين يكتشفوا اللي يجي في بلاصتهم راح يكتشف واش سرقوا. اذا الان ما بقيناش في لو كونستا، قال شاركت وما شاركتش، قال لا التحموا فهموا بيناتكم. وانا في رايي انه احسن وسيله لمواجهه هذه العصابه ان تنضم الى قطبي المقاطعين والمشاركين، تنضم شخصيات وطنية سياسية مثل السي مولود حمروش، مثل إبراهيم السي زروال، يعني شخصيات غزالي بن بيتور، شخصيات سياسية. طيب أستاذ هشام، وزن ثقيل، وبالإضافة إلى شخصيات عسكرية متقاعدة مثل العميد محمد علاق، العميد كمال عبد الرحيم، العميد بن يلس، العميد بن حديد، يعني هذا حسين بن معلم، هذا الرجال اللي عندهم وزن، يعني الناس الذين رفضوا العودة الرابعة. تقصد لقاء، اسمح لي نكمل هذه الفكرة، السياسيين يطلبوا لقاء بوتفليقة يشوفوه إذا صح هذا الراجل راهو قادر يسير امور البلاد، يخرجوا ويخبروا الشعب يقولنا صح راهو قادر يسير امور البلاد، ولا ماهوش قادر يقولوا لنا ماهوش قادر ويقولوا له يا سي محمد اريح ترتاح خير لك، ويتوجهوا للمؤسسه العسكريه، وهنا عندي كلام نقول للمؤسسه العسكريه والقاده العسكريين المتقاعدين، يتوجهوا لقيد صالح ويتوجهوا الى الفريق مدين اللي عنده مسؤوليه كبيره اليوم فيما يحصل في البلاد. في سنة 92 المؤسسة العسكرية تدخلت لتوقيف المسار الانتخابي بحجة أن البلاد في حالة خطر، وهذا الخطر جاء من 3 ملايين جزائري صوتوا لصالح الفليس، نسلم بأن الجزائر كانت في حالة خطر ونتقبل تدخل المؤسسة العسكرية الذي نتج عنه تقريب 250 ألف ضحية من الشعب قوات الأمن، أكثر من 14,000 و15,000 مفقود، أكثر من 10,000 جزائري زج بهم في محتشدات الجنوب. نعم. قال هذا ثمن تاع باش نخلصوا البلاد، الله يبارك. واليوم يا أخي كان عصابة شرذومة، سمعت فيها 4 من الناس جايين يضحكوا على الشعب الجزائري ويضحكوا على المؤسسات تاع الدولة ويضحكوا في العالم علينا، وجايبيننا مرشح ماهوش قادر يتكلم كلمتين، مرشح جايبينه في كرسي متحرك، معوق ذهنيا ماشي معوق حركيا فقط، ماهوش قادر يتكلم ماهوش قادر يفكر، جايبينه. طيب يا هشام ما رأيك أستاذ هشام في الذين انتخبوا على عبد العزيز بوتفليقه مقابل وعود، مقابل ان تتحقق هذه الوعود التي تحدثوا عنها مرات ومرات؟ هذه والفريق مدين امام مسؤولياتهم للتدخل لتوقيف هذا المسار الانتخابي. طيب
طيب أنا سألتك عن الذين يقولون انتخبنا عبد العزيز بوتفليقة لأنه سيحقق لنا الوعود التي تكلم عنها مرارا وتكرارا، وها هو الشعب الآن يعطيه مرحلة أخرى مزيد من الوقت حتى يطبق مشاريعه التي تريد هذا الوقت، مثل التشغيل للجميع، البطالون لابد لهم من شغل خاصة أهل الجنوب، معسكر تصير كاليفورنيا في الولايات المتحدة، كذلك بالنسبة للشباب اللي هو عاب يريد الزواج وليس لديه الأموال فبإمكانهم أن يستعملوا حتى أموال لونسيج، بمعنى آخر القروض هذه بإمكانهم أن يستغلوها في, 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 في الزواج مثل ما ذكر سلال. في رأيك أنت هل هذه الوعود التي تحدث عنها أحزاب الموالاة في الحملة الانتخابية قابلة للتطبيق أم لا؟ يا أخي لماذا لم تنجز هذه الوعود طيلة 15 سنة المنصرمة؟ كيفاش الشيء اللي ما تحققش في 15 سنة قدر يحققه في 5 سنين؟ كيفاش في بعد 15 سنة حكم كان عندنا فوق 250 مليار دولار محطوطة إلى حد الآن في البنوك ما عرفناش واش نعملوا بها؟ وعلاش ما درناش معسكر كاليفورنيا في هذه 15 سنة؟ وعلاش ما عطيناش الشغل لأبناء الجنوب في هذه 15 سنة؟ أنت 15 سنة جعلنا من الجزائر أن تيوب أن أوسوفاج، الأوسوفاج هذا الملعوم هذا ياكل برك يبلع برك. حتى الوعود اللي جاء قدمها اسمه بن فليس وجماعته واش كان يقدم كوعود؟ ندوركم من مدر غير الرشوة، وعود مبنية على سياسة الرشوة. يا أخي أنا لا أؤمن بوعود بوتفليقة، خاصة أنه معروف أنه بوتفليقة أولا راهو راجل مريض ما نتكلموش عليه، راجل راهو غير واعي. الناس يرى في بلاصته هي اللي راه قاعد تقول لأنه 5 سنوات الأخيرة أخوه شقيق سعيد بوتفليقة هو اللي يسير البلاد، سمعت وهذا صار معروف. شوف لما جاب دخلوا المكتب الانتخابات يورينا عائلة مالكة، ها جايب السير رايس في كروسة مسكين في لا وعي، وجايبين زوج خاوته وطفل صغير هذا اللي ما يكبرش كل عام يشوفوه كل 5 سنين يجيبونا، وش معناها تطيح القدر؟ تطيح القدر للشعب الجزائري، ومن اللور يدز بالكروسة كولونيل طبيب يدز بالكروسة بالاخر، هذه إهانة للمؤسسة العسكرية، هذه معمولة بالعاني. جايبين هذا الكولونيل اللي راكم تشوفوا فيه كولونيل المساوي هذا الصحراوي راهو يهينوا به في الجيش، جيب انغارد كورس يدز به، خوه سعيد كما يدز به الكروسة في السبيطار باش واحد ما يشوفه، وعلاش ما يدزوش به؟ وجايب لي خاوته وكذا، من وقتاش هذا يجيب خاوته ولاده وصحابه؟ هذه عملية انتخابية، هذه عملية انتخابية جدية. وبالتالي الوعود اللي جابها لي بوتفليقة هو وعدني باللي الجزائر راح تصبح ملوكية كما أتمناها السي عبد الملك سلال، الجزائر تصبح ملوكية يورثوا خوه سعيد ومن بعد هذا الوليد الصغير اللي رانا نشوفوا فيه سمعتوا، والشعب يسبق وكي يجي يخرج يقول وراه إرهاب. يعني هذه إشارة هشام، هذه إشارة للعهدة الخامسة ولا كيف؟ اي نعم الخامسة والسادسة. راه نقول لك حاجة، المخطط وين راهو ماشي يا سي عثمان؟ نعم. والناس بزاف تعرفوا المخطط ماشي الى تغيير الدستور، مراجعة الدستور، مراجعة الدستور راح يحدثوا منصب نائب رئيس، نائب الرئيس سيعين نفسه وهو سعيد بوتفليقة، هذا اللي تشوفوا فيه على الشاشة، سعيد بوتفليقة هذا راح يعين روحه نائب رئيس لانه فشل في محاولته لإنشاء حزب في 2011. الربيع العربي خوفه وبالتالي تراجع على العرض، وروحوا تقراوا جريدة الجزائر نيوز لما أحد مؤسسي حزب سعيد بوتفليقة أعطى حوار وأعطى المخطط الكامل للحزب اللي باش يدي سعيد بوتفليقة لرئاسة الجمهورية، وفي اليوم الموالي بعد ما ضربوا سعيد بوتفليقة جاء يكذب يقول لا الشيء اللي قلت وراه اختراق من مخي برك من دماغي، راني انا قلت ولا واحد مسؤول عليه غير انا. نعم نعم سنعود الى هذه المواضيع لهذه الجوانب اللي العلاقه بالانتخابات الرئاسية. سعيد بوتفليقة يكون نائب رئيس وفي الدستور ينص على انه نائب الرئيس هو اللي يتمم العهده في حاله عجز الرئيس عن المواصله. نعم. ولما تكمل العهده هذا نائب الرئيس اللي هو سي سعيد بوتفليقة يترشح كرئيس ترشح رئيس الجمهورية لإتمام إنجازات شقيقه الأكبر، ومن بعد نزيد وإحنا رايحين وخلاص وتخلفت الحالة ولات الجزائر ملوكية لآل بوتفليقة ولآل وجدة وروحي الجزائر ما على عليك ندامة. طيب وهو كذلك أستاذ هشام عبود، جزيل الشكر لك هشام عبود الإعلامي الجزائري المعروف،
والضابط السابق في مؤسسة الجيش. سمحني فقط لضيق الوقت حتى أعطي فرصة لباقي الضيوف، سنلتقي بك إن شاء الله في موعدة أخرى، وأجدد شكري لك. مشاهدينا الكرام، أرحب الآن بانضمام الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ. الشيخ علي، ما هي قراءتك الأولية لهذه الرئاسيات؟ ولو أن الرئاسيات سبق وأن حدثتنا هنا على المباشر بأنها محسومة ولا داعي للمشاركة فيها أو النظر في حيثياتها. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ولضيوفك الكرام. شكرا. الذين تدخلوا قبلي، أما فيما يخص هذه الانتخابات في الحقيقة كما سبق وأن ذكرت، نحن الآن لسنا بصدد الحديث عن الأرقام، فالانتخابات كانت في الحقيقة لا تتجاوز المشاركة بين 10 و15 على أكبر تقدير، وإنما هذه النتائج هي نتائج الغرف السوداء التي نفخ فيها أو نفخ فيها شيطان التزوير باسم المصلحة العليا للبلد. فهنالك الآن مجموعة خفية تحكم البلاد، ربما تحكمها من الخارج باسم مصلحة البلد، وأصبح الذي يحدد المصلحة العامة للبلد ليس هو الشعب، وإنما هي مجموعة خفية تحرك من الخارج. وأقولها بكل صراحة، إن بوتفليقة يمثل اليد الخارجية في البلاد. أما اتهام الآخرين بأنهم تحركهم أيادي خارجية فهي التهم عارية عن الصحة، وهي التهم في الحقيقة تلصق بهم أكثر مما تلصق بغيرهم، وقديما قالوا رمتني بدائها وانسلت. فهذه الانتخابات على كل حال ينبغي أن لا نلتفت الآن إليها، ولا نتحدث عن تحليل أرقامها، ولا نتحدث عن المقاطعين والمشاركين، نحن نتحدث الآن عن مستقبل البلاد. مستقبل البلاد يقتضي منا الآن أن نكون في المستوى، وأن لا تقصر جهودنا على الظهور على الفضائيات أو كتابة البيانات أو يعني التواصل الاجتماعي. كل هذا لا يغير من أنظمة الحكم شيئا. لا بد أن تكون هنالك وقفات في الولايات، وأيضا هنالك وقفات في العواصم الكبرى للبلد بطريقة سلمية، والناس أحرار في تنظيم هذه الوقفات، إما أن تكون وقفات في الأحياء أو أن تكون في الولايات أو أن تكون بطريقة سلمية لا تخريب فيها ولا تكسير فيها ولا اعتداء فيها. وأيضا ننادي إلى الجهاز الأمني وخاصة الشرطة بحكم أنها تحتك بالشعب الجزائري بصفة مباشرة، أن تحافظ على حريات هؤلاء في التعبير عن آرائهم، لأن القضية الآن أصبحت في الحقيقة استفزاز للشعب الجزائري. ما حدث يوم 17 أبريل سيبقى وصمة عار في تاريخ العائلة المالكة، ولا أقول رئيس الجمهورية. الآن هنالك انقلاب، أصبحنا الآن في مملكة ولسنا في جمهورية التي يعني سالت دماء الشهداء غزيرة طيلة 130 سنة من أجل أن نتحرر من الاستعمار. فتأتي هذه العائلة وتبرز أمام العيال، أمام الشعب الجزائري بصورة استفزازية، وكأنهم يقولون سنبقى على قلوبكم ونجسم على قلوبكم ودزوا معهم. هذا هو الاستفزاز، وهذا الاستفزاز أنا بالنسبة إلي خير محرك للشعوب، خير محرك للشعوب. أما كلمة الإحباط واليأس التي سبق وأن ذكرت، فلا شك أن اليأس والإحباط هو المفجر الحقيقي للثورات كما هو معروف في تاريخ البشرية. طيب الشيخ علي، سبق أن سألت هذا السؤال ولا بأس بإعادة طرحه عليك. بعض المحسوبين على علي بن فليس المرشح للرئاسيات، وأنت تعرف نتيجته، يقول أنه يا هؤلاء يقولون بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالإضافة إلى الأحزاب المقاطعة شخصية وطنية تاريخية، بدعوة هؤلاء كلهم للمقاطعة فإنهم ساهموا بطريقة أو بأخرى في بقاء هذا النظام وفي انهزامنا نحن، وعطلوا فرصة للتغيير. ما رأيك؟
هؤلاء أجيبهم إجابة واضحة صريحة دون تشخيص، لأن القضية نريد الآن هنا مقام تذكير وليس مقام تشهير. أذكرهم بقوله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد قال علماء التفسير في تفسير هذه الآية ثمانية أقوال، منها قول الإمام قتادة عندما قال: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم. إذن فالتزوير لم يكن يوم 17، التزوير بدأ منذ مدة، بل تقاليده كانت موجودة منذ 62. وأنتم تعرفون جميعا أن هنالك من يقول بأننا نزور باسم المصلحة العليا للبلاد، يعني أصبحت المصلحة العليا للبلاد يزور. المصلحة العليا يحددها الشعب عندما يختار بكامل حريته، ليس هنالك مصلحة تحددها جهات الخفافيش، جهات الذين الائتلاف الشيطاني الذي يتمثل في المافيا السياسية والمافيا المالية والمافيا العسكرية والمافيا الإعلامية. هذا التحالف الشرير، بل زاد على ذلك أيضا التحالف مع المافيا الدينية التي تزور كلام الله وتحرف الكلمة من بعد مواضعه. ولذلك كانوا في الثورة الفرنسية يقولون: أشرقوا آخر الملوك بأمعاء آخر قسيس. لأن هذا التحالف بين السياسة الفاسدة ورجال العلم علماء السوء هي التي جعلت الشعوب خانعة ذليلة مهيضة الجناح. ولذلك نحن نقول لهؤلاء بكل احترام: نحن لا نشارك في الزور ولا نشهد الزور، وإذا مررنا به مررنا كراما كما قال الله تبارك وتعالى. طيب الآن شيخ علي، كيف تستشرف المستقبل طالما أن الجزائر بدأت عهدة رابعة جديدة بداية من اليوم 18 من هذا الشهر الحالي؟ الكثيرون بل المراقبون السياسيون لأوضاع البلد في طبعا الجزائر يقولون الجزائر تمر إلى مرحلة مقبلة أو عهدة رابعة عبر كرسي متحرك، وهم بهذه العبارة يشيرون إلى هذا المنظر، منظر رئيس مقعد وعاجز يتحرك عبر كرسي، ومع ذلك فإن الجزائر ماضية في هذا الطريق. كيف ترى أنت هذا الطريق، خاصة وأن وجهات الكثير من أبناء الشعب الجزائري المحبطين اليائسين القانطين من الأوضاع كأنهم خرجوا بقلوب منكسرة مما رأوا، كيف تعلق على هذا المشهد أو على هذه المشاهد الدرامية إن صح؟ أنا أقول بأن الشعب الجزائري شعب في الحقيقة شعب ذكي، والآن شعب واعي، ربما لا يتحرك لسبب أو لآخر، ولكن التراكمات ستجعله يتحرك. المسألة مسألة تراكمية. الوعي حاصل والحمد لله، والذكاء حاصل والحمد لله، وما كل واع بشجاع. قد يكون واعيا ولكنه لا يجرؤ على أن يجهر بكلمة الحق أو أن يواجه الظلمة والذين يريدون اغتصاب الحكم. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالموت ستا، إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم. هذا بيع للحكم، هذه الأموال الكبيرة، هذا بيع للحكم، ليس انتخابات، هذا تتويج لملك عن طريق صناديق عن طريق صناديق متحكم فيها أكثر من سنوات. إذن هذا أنا أقول بأن هذا الإحباط الموجود في الشعب وهذا اليأس الموجود في الشعب هذا دليل قاطع على أن ساعة الانفراج آتية بإذن الله تبارك وتعالى. فمهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، فلا تيأسوا ولا تقلقوا، هذه كلها بوادر الخير. نعم تارة الإنسان قد يرى أشياء تحزنه وتقلقه وتقض مزجعه وتجعله ولكن إذا فكر فيها جيدا
وعمق فيها النظر فإنه يجد في قلب هذه المحنة منحة من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب وهو محاصر كان يبعث الأمل في الصحابة رضي الله عنهم بأنه ستفتح عليهم يعني كنوز الفرس والروم، وقد كان ذلك والحمد لله، وهذا من دلائل. فإذا نحن ينبغي علينا لا يكون الإحراج، وينبغي علينا أن لا نسب الشعب. هنالك أسمع أصوات يقول هذا شعب كذا، لا، هذا شعب مر بمراحل كثيرة في حياته، هو يختزن في نفسه وفي قلبه وفي عقله وفي مشاعره أشياء كثيرة. حتى الذين ذهبوا إلى وضع الورقة، هناك من وضعها بيضاء، ولكن هذا الذي وضعها بيضاء لابد أن ندرس في نفسيته لماذا فعل هذا؟ هل فعلها حبا في بطريقة أم أنه تحت ضغط الإكراه والترهيب والحرب النفسية المركزة التي كانت تكسبهم عن طريق الإعلام وعن طريق الجرائد وعن طريق الأبواق؟ هذا شعب شقي، شعب فيه شقاوة، مسكين فيه شقاوة. وعندما أقول كشعب شقي هذا في الحقيقة يدل دلالة قاطعة على أن حاكمه أشقى منه. إذن بالنسبة لا تكون هنالك شقاوة في الشعوب إلا إذا كان حاكمها شقي. لذلك قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لله بره عندما قال أشقى الرعاة من شقيت به رعيته. فإذا رأيت شعبا في شقاوة في التعاسة فاعلم بأن حاكمه كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو أشقى منهم. ولذلك هذا على الكرسي المتحرك، وهنالك من يشبهه من أبواق السوء يقولون هذا مثل روزفلت. أين هذا من ذاك؟ روزفلت كانت إقاعاته في رجله ولم تكن في عقله. هذا رجل عنده جلطة دموية يا إخوان، هذا رجل مغيب عن الوعي، هذا رجل في الحقيقة غائب عن الوعي لا يستطيع أن يحرك. وروزفلت كان الناس يعني